اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سمعهس. عايزين نعمل سمك يناسب كل افراد الاسره، الصغير يتراضى قبل الكبير والكبير على راسنا من فوق. يعني نعمل ايه؟ يعني السمك البلطي ده دايما احنا بنحب ناكله مقلي. بعض افراد الاسره بيبقى معاهم مشكله مع المقلي، ما تيجي نعمله النهارده مشوي بطريقه المغازي مع الخضار، حاجه كده لطيفه جميله ويعتبر هيلثي سي فود يعني من البلطي. والبلطي خير مزارعنا، بلطيه وزنها 600 جرام 700 جرام لازم تكون كبيره. الحبات البلطي دي هنعملها مشويه بالخضار مع زيت الزيتون وتشكيله من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بصل او فلفل او كوسه حسب ما انت بتحب. معانا تشكيله من السي فود، جمبري، قشريات، كابوريا، بلح البحر، سمك فيليه. هنعمل طاجن السي فود بالطماطم صيامي، لا زبده ولا كريمه. زيت الزيتون هو سيد الموقف هنا مع التومه والبصله بتاعنا والفليفر ولمسات الشيف المغازي مع طاجن سي فود بالطماطم. حلو قوي لغايه كده، احنا فاهمين مشغلين ازاي. طيب الجمبري، جمبري دايما بنعمله بتر فلاير، نعمله جمبري مقلي، جمبري مشوي، جمبري صينيه. ليه ما نعملش جمبري بالبصل بس؟ سمع هوس، بالبصل. لازم نتعامل مع البصل بتاعنا الجميل الحلو خير ارضنا ونعمل منه صوص لطيف وجميل، ونعمل شويه الجمبري دول يبقى فيهم طعم البصل غالب على طعم الجمبري. تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده وخليها سمك. خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لاكله سمك بسيطه سهله تقدري تعمليها في البيت بطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سر الحلقه. معانا شروه سمك فيها البلطي خير مزارعنا، فيها كابوريا، فيها جمبري، فيها سمك فيليه، فيها بلح البحر. نعمل منيو ازاي ونعمل سفره ازاي ترضي الصغير قبل الكبير؟ واحنا علينا رضا الصغير اهم حاجه. ليه؟ الاولاد دايما يقول لك يا ماما مش باكل السمك. في موقف مع السمك، شوكه مره، بياخد وقت منه على ما يفكر ان هو ياكله، الحاجات اللطيفه دي كلها. فاحنا معانا فيليه النهارده ومعانا سمك بلطي. هنعمل السمك البلطي مشوي بطريقه صحيه بالخضار، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه. سمك بلطي من خير مزارعنا، السمكه ممكن تكون من 500 جرام ل 600 جرام، كل ما كانت حلوه وكبيره كل ما تكون فيها لحم ولطيفه. معانا طبعا تشكيله من الخضار، كوسه مفيده للقلب، فلفله ملونه فيتامين سي، الجزر غني عن التعريف، كزبره خضراء، توم وبصل. وتعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي على طريقه المغازي. حلو قوي. اول حاجه هجهز التتبيله اللي هو الخضار. حلو، كسروله زي كده. طبعا السمك الطريقه دي اللي انا هشوي بيها السمك او هعمله بالخضار، بس عايز اشرح في حاجه هنا كده. لازم السمك يتبل من قبلها. السمكه تتجاب تتنضف، حاجه اسمها زيت وليمون لو انت بتنضفي السمك ده بره، او انك انت بتشيل الخياشيم بتاعته وبتشيلي بطنه من جوه كده، نبص عليه. اللهم صل على النبي، السمك اهي. وبنعمل الخلطه بتاعه المغازل اللي هي عباره عن ثوم وشمر وملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه بابريكا، ونمسك السمكايه من بره ومن جوه ندلعها بالشكل ده كده. اه الفتحه مكان السكينه، والتتبيله دي مهمه جدا. اه الخلطه دي، ونحط السمكه دي في الثلاجه تقعد لها ساعه زمن ساعتين، تعملها الصبح قبل ما تنزلي على الشغل وهكذا. السمك متبل معانا وزي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله. دي تقريبا عامله 700 جرام السمكه. اه تتبيله من هنا. املي اللحم بتاع السمك شيري بالخلطه اللطيفه اللي حضراتكم شايفينها. هنكمل مع بعض بقى طريقه عمله بالخضار. الخضار معانا كوسه، معانا جزر، معانا فلفل الوان زي ما انت حابه كده بالشكل ده كده. وطبعا الاكله اللي احنا بنعملها دي اللي هو سمك مشوي بالخضار، يفضل السمكه الكبيره مش الصغيره. وادي الكزبره الخضراء عليها، ادي الخضار متقطع بالمصطلح الطهوي جوليان او شرايح. حلو، او اصابع رفيعه، سميه زي ما تسميه. تشكيله من الخضار، معانا بصله حلوه كده كمان، اللهم صل على النبي. بناخدها بنقطعها شرايح، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني البلطي في متناول الجميع، الكل طبعا بيحب ياكله مقلي، مشوي، سنجاري، زيت وليمون، صينيه، صياديه وهكذا. ولكن لما نعمله النهارده بالطريقه دي هيعجبك.
البصلايه تقطع كده. اللهم صل على النبي. هناخدها برضو على الخلطه الحلوه دي كده. وتركيه المغازي كالعاده، طاسه على النار. الطاسه دي بنحط فيها زيت زيتون. انا عايز التوابل بقى. زيت زيتون حلو قوي. بحط على زيت الزيتون ده يا مغازي شويه ثوم وكزبره خضراء. العب يا سمك. هنا الخلطه، هنا التتبيله، هنا التركايه. ثوم ينزل عليه كزبره خضراء اهي، هي دي التركايه. حطيت ايه يا شيف؟ ثوم، كزبره خضراء، شفناهم مع بعض، قلبناهم على النار. جيبوا لي مناديل يا شباب. وبعد كده حطينا التوابل بتاعتنا اللي هو ملح وفلفل، شويه كمون، شويه شمر، شويه كزبره خضراء. الحمار ده هتجالي منين؟ جالي من البابريكا اللي انا حطيتها، والكركم، لان في خضار هنا بيحب الكركم، الكوسه، عصره ليمون حلوه. هناخد الفليفر الحلو ده كده والطعم ده كده اهو زي ما هو. على فين يا عم الشيف؟ على تشكيله الخضار شويه. حلو قوي. ونخلي شويه معانا. اصبح الخضار هنا جاهز، حضرته. حد هيقول لي دلوقتي من الفلاسفه، حد من الفلاسفه هيقول لي دلوقتي الفلاسفه هيقول لي دلوقتي، طب وليه ما حطيتش الكزبره والتومه وعصير الليمون؟ هو انت لازم تتفلسف يا مغازي. حلو قوي. ان انا احط الكزبره مع التومه واخد الفليفر والطعم زي ما عملت دلوقتي، دي مدرسه المغازي. تقوم الخلطه دي جاهزه هتخش على السمكه، لان عندي طاسه في الفرن بتسخن. الطاسه دي هاخدها دلوقتي ارص فيها السمك وادخله الفرن. وطبعا الفليفر والطعم في قلب الايه؟ الخضار بتاعي. ادي الطاسه بتاعتنا اهو بالشكل ده كده زي الفل. هنحط في الطاسه دي شويه زيت زيتون، ولازم تكون الطاسه سخنه. واجيب السمكه الحلوه بتاعتي دي كده، تعالي يا بيضه يا حلوه. بصوا بقى على الحلاوه. الكزبره الخضراء مع الخضار عايش هنا اهو، والسمكه متبله. واعمل للسمكه كده كرش. اديها كرش كده يعني اغذيها. واقفلها كده من عند الخياشيم لبطنها. ما انا عايز اكل الخضار ده. اتسالنا امبارح الست الطيبه اللي سالت وقالت يا مغازي انا ما باكلش السمك مقلي، وعندي بولتي، عندي عايزه اكله حاجه غير المقلي. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ اعمل ايه؟ فانا بعمله لك النهارده بطريقه صحيه. الصوت اللي طالع ده منين يا شيف؟ الطاسه دي كانت في الفرن سخناها علشان السمكه ما تلزقش في ارضيه الطاسه، فتسخين الطاسه قبل ما نحط فيها السمك اذا هنشويه، علشان انا عايز الدهون وعايز اوميجا 3 اللي موجوده جوه السمكه. ادي السمك البولت بتاعنا بالشكل ده كده. الله، دول كفايه قوي. الخلطه دي كده. بناخد بقيه الخضار بتاعنا نسقطه كده، وناخد البهريز اللي موجود هنا ده كده. دي بقى لا تقولي لي فخده ضاني ولا ديك رومي. الخضار ده بحلاوته، السمكه متبله جاهزه، والوان الخضار وجمال الخضار، كل ده مع بعضه يا عم الشيف هيخش الفرن. مش محتاجه بقى كده دلوقتي، لازم الطاسه تكون سخنه. درجة حرارة الفرن عندي 180. السؤال اللي دايما بنسأله لما نيجي في اللوكيشن ده، صينية زي دي حلوة كده، خلي بالك هي سخنة، تتحط فين؟ في أرضية الفرن ولا في نص الفرن؟ هو ده الكلام. قول لي بقى تحط فين؟ الله عليك وعلى والديك أهي. يلا نبص عليها. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ بتتكلم مصري من قلب الفرن. حاضر عينيا. عايز تشوف السمك البولت؟ هطلعه لك بالنار، هو جاهز حبيب هارتي. السمك البلطي المشوي بالخضار، اللهم صل على النبي، هو ده. ايه الحلاوه دي؟ نبص عليه. الصوره الحلوه من داخل الفرن
مع فرسان التلفزيون المصري تتحدث عن نفسها. نسيبه يتحمر شويه، لسه لاخر وقتنا. حلو قوي، والفرن تمام التمام زي الفل. ونبص ايه اللي في الفرن. حلو قوي. اخبار البلطي ايه؟ هو ده سمك بلطي مشوي بالخضار بطريقه صحيه. للي عنده مشاكل مع السمك البلطي مقلي، اللهم صل على النبي. زي الفل. الصوره الحلوه مع بلطي من خير مزارعنا بتتحدث عن نفسها. طبعا في حاجه مهمه جدا لازم حضراتكم تعرفوها، احنا مهتمين جدا بارضاء حضراتكم، وكل ظروف واحد اذا كنا في الشغل او ان احنا ما حضرناش الحلقه على شاشه القناه الاولى او الفضائيه المصريه، احنا بنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاة مباشرة إرضاء لحضراتكم ورغبة لحضراتكم من خلال تواصلكم معنا على السوشيال ميديا والاتصالات، لأن موجودة هي برضو على السوشيال ميديا من دلوقتي. بعد ما بطلع من الاستوديو بصراحة بلاقيها بتفرج عليها وأنا رايح على أكتوبر. مطبخنا رؤية، فن، إبداع، خبرة طهوية مع بساطة وسهولة ومرونة. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.